مساء الليل، ازيكم عاملين ايه؟ متنساش تنزل تحت في صندوق الوصف، هتلاقي كل مواقعي فيه. متنساش الدعم بلايك وشير. حلقة النهاردة انتوا طلبتوها مني، بنتكلم فيها عن مخطوطة عجيبة غريبة حيرت الجميع. هي بتعتبر في حقيقة الأمر من المخطوطات المحرمة، بتحتوي قصة عجيبة ذكرت. القصة دي موجودة ولها السند. المخطوطة دي كان ليا الحظ ان انا اطلع عليها واطلع عليها كويس، وليها قصة روتها بعض كتب السير والتواريخ. بتقراها بتحس بنشوة لذيذة تندمج معاها في وقائعها، وبتأنس للسرد بتاعها، بتحب السرد بتاعها. انا احكي لكم القصة دي كما جاءت بالضبط، ليس فيها اثر للصنعة او الاختلاق، وهحكيها لكم كما رويت في المخطوطة. هنتناقش في الاخر اذا كانت صح او لا، بس لها اثر سليم وصحيح. بعض الناس ممكن تصنفها في زمرة الموضوعات والمختلقات، وبعض الناس تقول لك مش صحيحة. مش بقصد بكده ان القصة ديت مشكوك في امرها او حاجة، لا، انا بقول لك ان القصة ذكرت وانا اطلعت عليها، وغير اطلع عليها اعتقد، وليها اثر مروي عن الحاكم والبيهقي، واورده بعض المحققين استدلالا بهم. عموما انا مش هطول معاك، تابع معايا وما تنساش اللايك، تابع معايا القصة من بدايتها كما ذكرت في المخطوطة. عن هشام بن العاص قال: ذهبت انا ورجل اخر من قريش الى هرقل صاحب الروم ندعوه الى الاسلام، فخرجنا حتى قدمنا غوطة دمشق، فنزلنا على جبلة ابن الايهم الغساني، فدخلنا عليه فاذا هو على سرير له، فارسل الينا برسول نكلمه، فقلنا: لا والله لا نكلم رسولك، انا بعثنا الى الملك، فان اذن لنا كلمناه، وان لم ياذن ذهبنا. فرجع له الرسول وقال له باللي حصل ده، فقال له: ائذن لهم. فدخلوا فقال: تكلموا. فكلموا هنا هشام بن العاص ودعاه الى الاسلام، وشاف عليه لبس اسود، فساله هشام قال له: ايه ده؟ ما هذه التي عليك؟ فقال: لبستها وحلفت ان لا انزعها حتى اخرجكم من الشام. هنا قالوا له: ايه ومجلسك هذا؟ فوالله لنأخذنه منك، ولنأخذن منك الملك الملك الأعظم، أخبرنا بذلك نبينا. فقال لهم: لستم بهؤلاء، بل هم قوم يصومون بالنهار ويفطرون بالليل، فكيف صومكم؟ فأخبرناه. هنا اتقلب وشه أسود لما شاف إن هم أصحاب النبوة، فقال: قوموا. وبعث معنا رسولا إلى الملك، فخرجوا مع رسول الملك لغاية ما قربوا من المدينة. هنا قال لهم رسول الملك: إيه؟ ان دوابكم دي ما بتقدرش تخش المدينة، او مش مسموح لها تخش المدينة، فسيبوا الدواب بتاعتكم هنا واحنا هنشركم على برادين وبغال. فقالوا له: لا والله لا ندخلها الا علينا عليها. فبعتوا للملك ان هم رافضين يخشوا الا بالحصانة بتاعتهم، فوافق. فدخلوا على رواحلهم متقلدين سيوفنا، ايام كنا عظام، حتى انتهينا الى غرفة له فانخنا في اصلها، سابوا الحصانة جنبها وهو ينظر الينا، فقلنا: لا اله الا الله والله اكبر. هنا بيقول ان الغرفة نفسها انتفضت من قوة التكبير. فبعت لهم قال لهم: ليس عليكم ان تجهروا علينا بدينكم، يعني مش شرط ان انتوا تخش علينا وانتوا بتجهروا بالدين، وارسل الينا ان ادخلوا. فدخلوا، لما دخلوا عليه بقى لقوه على فراش، وعنده بطارقته من الروم، كل حاجة حواليه لونها أحمر، المفارش حمراء، الثياب لونها أحمر، كل حاجة أحمر أحمر. فقربوا منه فضحك وقال: ما كان عليكم لو حييتموني بتحياتكم فيما بينكم، يعني ما تحينيش ليه بتحية اللي انتوا بتحيي بعضكم بيها. فقالوا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك، وتحياتك التي تحيي بها لا يحل لنا أن نحييك بها. قال: كيف تحياتكم فيما بينكم؟ فقلنا: السلام عليكم. قال: وكيف تحيون ملككم؟ فقلنا: بها. قال: كيف يرد عليكم؟ قلنا: بها. قال: فما أعظم كلامكم؟ عايز يعرف إيه أعظم كلمة عندهم. هنا قالوا له: لا إله إلا الله والله أكبر. هنا بيقولوا: فما أن تكلمنا بها حتى انتفضت الغرفة ورفع راسه، فقال:
فهذه الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة، فكلما قلتموها في بيوتكم تنتفض عليكم بيوتكم؟ قلنا ما رأيناها فعلا هذا قط إلا عندك، يعني أول مرة تتهز الأوضة لما ننطق الكلمة دي عندك أنت بس، لكن إحنا بنقولها عادي. هنا قال وددت أنكم كلما قلتموها ينتفض كل شيء عليكم وإني خرجت من نصف ملكي. قلنا لما؟ قال لأنه يكون أيسر لشأنها وأحرى أن لا يكون من أمر النبوة، أن تكون من حيل الناس. كل ده بيسألهم، فأخبرناه قال لهم طيب أنتوا صلاتكم إزاي وصيامكم؟ فقالوا له إحنا بنصوم كذا وبنصوم وبنصلي كذا. فقال لهم طب قوموا، وأمر لهم بمنزل حسن ومنزل كبير وقعدوا فيه 3 أيام، وفي يوم من الأيام بعت لهم بالليل فدخلوا عليه. هنا بتبتدي قصة المخطوطة، فدخلوا عليه وقعد معاهم مدعى بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة، فيها بيوت صغار يعني زي أدراج صغيرة عليها أبواب. ففتح بيت وقفل واستخرج منه حريرة سودة، قطعة حرير أسود، ونشرها. كان فيها صورة حمراء لرجل ضخم العينين عظيم الإليتين، بيقول إن ما شوفوش حد في طول عنقه وملوش دقن وليه ضفيرتين من أحسن ما خلق الله. وقال لهم أنتوا عارفين مين ده اللي في الصورة دي؟ فقالوا له لا. قال لهم ده آدم عليه السلام وهذو أكثر الناس شعرا. وفتح الدرج تاني واستخرج منه برضو قطعة حرير السودة، وفيها صورة بيضاء لواحد ليه شعر قطط أحمر العينين ضخم الهامة حسن اللحية. وقال لهم انتوا عارفين مين ده؟ فقالوا له لا. قال لهم هذا نوح عليه السلام. ثم فتح باب آخر فاستخرج منه حرير السوداء أخرى، برضو فتح درج تاني من المعاد يطلع برضو قطعة حرير السوداء عليها صورة لرجل شديد البياض حسن العينين صلت الجبين طويل الخد أبيض اللحية كأنه يبتسم. قال لهم أنتوا عارفين مين ده؟ فقالوا له لا. قال لهم ده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ورجع فتح باب تاني، بس الباب ده اللي طلعه استخرج حريرة بيضاء وإذا بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتعرفون هذا؟ قلنا نعم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكوا. هنا كما قالت المخطوطة إنه قام قائما، فقال والله إنه لهو. فقلنا نعم إنه هو كأنما ننظر إليه. هنا بيقول قعد ساعة بصص لهم ساكت وبدأ يتكلم وقال البيت اللي فيه الصورة دي كان آخر البيوت، لكن استعجلت وطلعته لكم عشان أنظر عندكم إيه. وفتح باب تاني فاستخرج منه حريرة سوداء فإذا فيها صورة أدماء سحماء ورجل جعد قطن غائر العينين حد النظر عابس متراكب الأسنان زي ما يكون غضبان. فقال لهم أنتوا عارفين مين ده؟ فقالوا لا. قال لهم هذا موسى ابن عمران، وفي جنبه صورة تشبهه إلا إنه مدهن الرأس عريض الجبين في عينه قبلة. قال لهم أنتوا عارفين مين ده؟ فقالوا له لا. قال لهم هذا هارون. وفتح باب تاني فاستخرج منه حريرة بيضاء أخرى فيها صورة رجل أبيض حسن الشكل والوجه أقنى الأنف حسن القامة يعلو وجه نور يعرف في وجه الخشوع والقبول يضرب إلى الحمرة. وقال لهم أنتوا عارفين مين ده؟ فقالوا له لا. قال لهم هذا إسماعيل جد نبيكم. فتح باب تاني وطلع برضو حريرة بيضاء تانية فيها صورة كأنها صورة آدم كأن وجهه الشمس. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا يوسف. وبعد كده فتح باب تاني فاستخرج برضو الحريرة البيضاء هي هي، كل حريرة بيطلعها فيها حاجة. دي كان فيها صورة رجل أحمر أخمش الساقين أخفش العينين ضخم البطن متقلد السيف يعني شايل سيف. وقال لهم انتوا عارفين مين ده؟ فقالوا له لا. قال هذا داود. فتح باب تاني وطلع حريرة بيضة، خلي بالكم اختلاف ألوان الحرير، فيها رجل ضخم الإليتين طويل الرجلين راكب على فرس لي. وقال لهم انتوا عارفين مين ده؟ قالوا له لا. قال لهم ده سليمان بن داود عليه السلام. فتح بعد كده باب تاني حريرة سوداء فيها صورة بيضاء فإذا رجل شاب شديد سواد اللحية لين الشعر حسن الوجه حسن العينين. وقال لهم هل تعرفون من هذا؟ قالوا لا. قال هذا عيسى.
هنا بيقولوا له من أين لك هذه الصور؟ لأننا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء، لأننا رأينا صورة نبينا مثله. قال لهم إيه؟ بيقولوا أنت جبت الصور دي منين؟ لأن إحنا شفنا صورة النبي عليه الصلاة والسلام عندك. قال لهم إن آدم سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولدي، فأنزل عليه صورهم، وكانوا في خزانة آدم عند مغرب الشمس، عند مغرب الشمس، فاستخرجها ذو القرنين فصارت إلى دانيال. ثم قال أما والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي، وإني كنت عبد لأشرككم ملكي حتى أموت. وثم أجازنا عن سبهم يمشي، وأحسن جائزتنا أداهم مكافأة حلوة وسرحهم. فلما رجعوا لأبو بكر الصديق قالوا له باللي شافوه دوت، وقالوا له على اللي حصل ده، فبكى أبو بكر وقال لو أراد الله به خيرا لفعل. وبكى سيدنا أبو بكر كما قيل في الأثر. طيب القصة لغاية هنا انتهت، أو الجزء ده إن خلص وخلاص انتهى. طيب القصة شائقة ممتعة، بيمتزج فيها شعور بالعظمة والابتهاج بالمحتوى والفخر، والواحد نفسه انها تطول وتمتد. لكن في بعض الملاحظات لي على القصة ديت، يعني في بعض الملاحظات اللي أنا كهادر بمسك على القصة دي. أول حاجة إن اللي بعث الرسول بكتابه إلى هرقل هو دحية بن خليفة الكلبي، وده اللي هو المشهور والمعروف في كتب السيرة. يعني ارجع لكتب السيرة والتواريخ، دحية بن خليفة الكلبي مش عارف دخله هشام بن العاص ازاي، وارجعوا للكتب لو أنا غلطان قولوا إن أنا غلطان يعني. طيب التاني حاجة قولهم عن هرقل كيف تحيون ملككم، قلنا بها يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي بيقر هرقل على قول عن الرسول ملككم مع انه رسول الله وليس ملكا كما هو معلوم، صح؟ ازاي ما انكروش المقالة ديت؟ والقصة دي على فكرة اوردها ابن القيم في كتابه هداية الحيارة ومضعفهاش او ينتقدها، عشان كده انا عرضتها لكم، رغم ان انا كهادر عندي ممسك كتير عليها بأتكلم معاكم في لايف منها حاجات كتيرة. اتمنى ان القصة تكون عجبتكم، اشوفكم بخير الحلقة الجاية، مع السلامة.